اهلا بكم في قناة تعلم معانا، واحنا النهاردة جايين لكم بكذا فكرة للاطفال. احنا معانا ورقة من المجلة زي ما احنا شايفين كده، قصينها كده بالشكل ده، وهنبتدي نلفها بالقلم بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. هنبتدي نلفها، وبعد كده هنبتدي بالصمغ بتاعنا او باي لزق عندنا ان احنا نعملها، ونحط زي كده. وبعد كده هنشيل القلم منها وهتبقى بالشكل ده، هتبقى زي ما احنا شايفين معانا الشكل ده. وبعد كده هنجيب الخيط بتاعنا وهنبتدي ندخلها، ندخل الخيط بتاعنا طبعا عشان الاطفال، فمش هنستخدم ابرة ولا حاجة. هندخل الخيط بتاعنا كده زي ما احنا شايفين، نبتدي ننزله. ندخل عشان نطلع من الناحية التانية، ونبتدي نطلعه كده. هو الفكرة ان احنا بنعمل افكار منها، وبنعمل اساور، وبنعمل السلسلة اللي احنا شايفينها قدامنا. زي ما احنا شايفين، وندخل التانية والتالتة ورا بعض بالشكل ده. وبعد كده هنعملها زي انسيال او اسورة، وهتبقى بالاشكال اللي احنا شايفينها دي، ودي السلسلة بتاعتنا. وادي الشكل بتاعنا برضو سلسلة، وادي معانا الشكل التاني برضو من الاسورة. دي الفكرة بتاعتنا للاطفال. وهنبتدي بعد كده، شايفين ادي معانا الورقة، وهنبتدي نرسم اي رسمة هنا، نرسم رسمة الوردة ونزينها بالورق اللي احنا عملناه ده. نبتدي نرسم الوردة بتاعتنا حاجة بسيطة، اي رسمة عندك انت تقدري تعمليها. طيب ديت الرسمة بتاعتنا البسيطة العادية، هنبتدي ان احنا نرص عليها او نحط اللي شايفين معانا. ادي الورق اللي احنا عاملينه، هنبتدي نرصها بالشكل ده ونرجع لكم تاني. وزي ما احنا شايفين اي رسمة، يعني رسمة الوردة دي او الزهرة دي، بتبقى بسيطة جدا على كرتون او على اي حاجة عندك، وتبتدي تزينيها او تحطي الصمغ بتاعك وتبتدي تحطي تلزقي عليه. طيب احنا عندنا فكرة تاني من الورق زي ما احنا شايفين كده، هوريكم الافكار بتاعتنا دي. برضو ورق ورسمنا الرسمة بتاعت الشجرة دي، بنفرغها كده وهنبتدي نحطها العكس، ممكن نلونها. دي الفكرة التانية زي ما احنا شايفين كده، ادي فكرة تانية، رسمين زي شخص كده وفرغناها بالمقص طبعا، عندنا مقص للأطفال. بصوا الشكل نفسه كأنه ايه، هوريهولكوا عامل ازاي. بصوا كأني واحد ماسك الشخص بينقذه، شايفين الفكرة عاملة ازاي، حلوة صح؟ طبعا انا دلوقتي هحاول اعملها بالقلم ان انا عشان خاطر اوريكم الفكرة نفسها على ورقة تانية. هبتدي ارسم الفكرة بتاعتنا، ادي الورقة، هبتدي ارسم هنا الراس، تبقى حاجة بسيطة جدا، نمتد كده، ادي الرجل، نعمل كده تمام كده. نبتدي بقى نجسمها،
زي ما احنا شايفين. حاجة بسيطة يعني على قد دي. هي الفكرة ان احنا هنفرغ بقى الجزء ده كله بالمقص. طبعا الاطفال بيبقى فيه مقص ليهم، بيبقى المقص ده بيبقى بلاستيك، ما بيبقاش زي ما احنا شايفين كده. وهنبتدي نفرغ ده كله. طبعا احنا هنسيب الجزء ده عشان نيجي ناحيته. انا برضو ايه احاول اعملها لكم قدر الامكان عشان خاطر تبقوا عارفين الفكرة جاية ازاي. بس كده مش هنقطع دي، هنقطع كل الباقيين دول، هنقطعهم بحيث انها تيجي الناحية دي. برضو اكملها انا عشان خاطر الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. بحاول اجري بيها بالورقة. اعتقد احنا وصلنا للنهاية. بصوا شايفين عاملة ازاي. تمام، خرجنا الورقة. هنبتدي بقى هي ديت احنا مقصيناهاش، هنبتدي نعمل الورقة بتاعتنا كده كأن شخص ماسك ايد حد. اوريك فين الورقة بتاعتنا التانية عشان اوريك الشكل عامل ازاي. اهي اوريك الورقة دي كأن حد ماسك شخص، شايفين، وكأنه بينقذه. ده يعني اللي يعتبر الخيال بتاعه زي ما احنا شايفين كده. ادي الفكرة بتاعتنا، يا رب تكون وضحت اكتر. وادي الفكرة، هي دي اللي احنا اللي انا عايزة اوريها لكم. الفكرة التانية من الورق ازاي تعملوا اشكال مجسمة وتنزلوها تبقى على الحرف بالطريقة دي عشان خاطر تدي الشكل بتاعنا وتدي دي تعتبر كلها اعمال فنية من الورق. وزي ما انا وريتكم الورق المجلة عملنا منه اساور وعملنا منه سلاسل كده. برضو احنا عملنا للاطفال حاجتين في الفيديو ده. يا رب تكونوا استمتعتم معانا في الافكار دي كلها. وطبعا ادي يا جماعة الوردة اللي احنا عملناها. طبعا اهي المفروض دي تبقى كده كده. وادي الاساور بتاعتنا والسلسلة. وادي السلسلة التانية، شايفين. وادي الاسورة، دي كلها افكار من الورق تقدروا تعملوها. انا عجبتني الفكرة دي جدا من الورق، ممكن اعمل لكم منها حاجات كتير. طيب عايزة اوريكم بالمرة نقدر نعمل زينة. وعلى فكرة احنا نقدر نعمل برضو برواز ونقدر نلزقه. طبعا البرواز ده هعمله لكم في فيديو تاني، هو برضو الزينة. انا بوريكم الفكرة تتعملوه على الكرتون بقى، تعملوه على اي حاجة انتوا عايزينها. دلوقتي هوريكم الزينة بتاعتنا اللي نقدر نعملها. ادي الورقة بتاعتنا مربعة، هنبتدي نعملها مثلث. نمسك المثلث بتاعنا، هيا هنتنين تاني يبقى مثلث تاني، شايفين. هنبتدي بقى نقص بس مش للآخر، برضو بالمقص اللي هو بتاع الأطفال البلاستيك. هنبتدي الناحية التانية. طبعا انا كان نفسي يبقى ورق ملون، كان هيدي شكل افضل واحسن. بس اوعدكم هعمل حرقة للاطفال تاني وهعمل لكم الاشكال حلوة من الورق الملون، وهعمل لكم زينة وفوانيس رمضان.
بس انا كنت قصدي ان انا اعمل لكم الزينه دي دلوقتي سريع. وهنبتدي نمسكها كده وهنشدها بالشكل ده. شايفين الزينه عامله ازاي معانا؟ وهي دي الافكار بتاعتي واللي انا بوريها لكم كل يوم جديد. هتلاقوا معانا افكار للاطفال وللكبار. شكرا لكم في قناة تعلم معانا.